ma Arnold. عدين مسلسلتي بس النصي بيجيب أيامي بشبه بعضها حب النفسية مرتاحة وحب تبقى تحت الجسم حب أحب أشوف الناس حب أحب النبل حيني ولما في يوم أحب أكلم هاي بصة جدا تحب أما الأرقام الشغلين اللي شغلني زي لسهينة بعد كل ده قلت على عيني ربك كاتب رزقك ارضى وزع سبع على المولى جاي بدون شك حد شافني صغير طول عمري حسيني معمول عشان باب سلابس زو شاي يا ابويا انا زيك راسي فوق وما نزلتش لحظه واحده اما الضجه بتحصل اعرف اني جوه المبنى وش عليه ما صوت الخيمه باب سلابس بامرك كنتش معايا على السلم هقف كل المبنى ما ترد شلت حجمة ربك لكن هتفكر تتنطط هتتربط عندي الخطه هتتربط ويبقى هات لي حد اكبر يجي ياخد حتى لو كنت زميلي تختف تخت صف دايرتي كله جوه المخ مش فارقه لو اللي بقى اتنين تلاته بالدنيا هعوز زميلي اسلك يا عدد السنطور انت وكل الفرقة بتاعتك روح على المطبخ لو صعب تصلح نفسك عارف انا سهلك سرلك تهرب نحن نردها فكرة في ثانية نجمع كل البفور يا زميلي اسلك يا عدد السنطور انت وكل الفرقة بتاعتك روح على المطبخ لو صعب تصلح نفسك عارف انا سهلك سرلك تهرب نحن نردها فكرة في ثانية نجمع كل البفور اللعب الاكفى فجأة لب الملاعب دي حفلة يوم هي في الملاعب بتزق وقف من الدستورشن السماعة بتغشلة دحين للبشر اللي باعت المبدأ انا اللي بيتحداني الاغبياء نشرة انا الفخة انا ساعة الخفضة دي النبرة اللي تهز كل وسط في البلد من غير ما غير في جلدي دي نفس النبرة اللي هز كل خصم في البالانس خلصت من البلد خلصت من كل مزيف فعمري ما نقصت العكس انا بقيت بخف القوة اللي زادتني دي اللي تخلي مفيش مني حسن دي مالك نقصت من البلد عندي غلطة بمية الخلطة في دي سلاف الدور عندي ليجندري شيت 24 ساعة نوبوز عندي لساني الي اما الامي كلاشن كود سلطة لما احضر لما امشي خايف ونمو عشان اول اولويز نو كله زميلي على اللو تلقى تسعة في وشك لا اوجه زادو جو مرمليش كل لو قلت ان البابا تفوع هتفكر يوم تضايق الغنية جوه توب كلاب في بيت شغل او شارع كنت في الخلا وعملت بالفضة سلالي قالوا ازاي قلت اخصامي مات وقمت بنيتها بجمالي عشان انا هنا باين طبعا مفيش غير وجه المولى داي بس انا نقوة تابت فيها لحد ما اجيب اخر كل مش هتوصل لي بويل بابا في مالك اتمنى في يوم انك تقول مش هتحصل وش صوتي وصوتك مش هيجمعهم يوم ما اقول فاهمة كانت ارقامك ما تشغلنيش مع اني عارف تفهم اللعبة هو ده بس اللي بيشغل زميلي اسلك يا عدد السنطور انت وكل الفرقة بتاعتك روح على المطبخ لو صعب تصلح نفسك عارف انا سهلك سرلك تهرب نحن نردها فكرة في ثانية نجمع كل البفور يا زميلي اسلك يا عدد السنطور انت وكل الفرقة بتاعتك روح على المطبخ لو صعب تصلح نفسك عارف انا سهلك سرلك تهرب نحن نردها فكرة في ثانية نجمع كل البفور في سكك هنا قافل اي امل يداريهم يا السكه الوحيده اللي فوق عالمدافن هتفكروا فتاويهم وانتوا ولا فاهمين اي حاجه بقر وسلاح وسبيس طبطب صباعي تشغل المكابس تهرس كل عالمفيد هنا مكره خلي مع اعدائك مفيش شفقه وانا لا اكترس وانت لا مبتدئ لو اجيب عنوانك هجيب خبرك ياه مش في دماغك اكسرها لك اشقيق انا مش في تشكيل عصابي انما في العصب اللي خلى عصابك تسيب بس انا اللي حاسبه من كده السما تحت رجلي زيد وكده بالظبط تربيتي ما نفعتش معاه لو ساخ دلوقتي بابا سلاب مشغل مودي الشمس ولا ما تعملش فيها شخصيه تفلسه والحلوه صاحبتها جات لي بكيفها سكت شهر شوف مصلحتك بدل ما اخلي مصلحتك للبشر تضمن على شاشه عرض ده رفل ممل ولا اوتو تون العاصفه جايه لسه ده الهدوء العاصمه المكان اللي انا منه كله عند بابا الجوب كلها عامله فيها نجوم الادوار هتتبدل بكره بابا زميلي اسلك يا عدد السنطور انت وكل الفرقه بتاعتك روح على المطبخ لو صعب تصلح نفسك عارف انا سهلك سرلك ظهرات نحن نردها فكره في ثانيه نجمع كل البفور